صاحبي يا جميل، ما حكم الصلح مع اليهود؟ في الحقيقة هذا الأمر فيه جانبان، الجانب الأول الجانب السياسي والجانب الثاني الشرعي. احنا يهمنا الجانب الشرعي، من ناحية شرعية هل يجوز مصالحة اليهود؟ الجواب بكل وضوح نعم، يجوز مصالحة اليهود والنصارى وغيرهم، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في وقته رحمه الله بجواز مصالحة اليهود، وشنع عليه بعض الجهال، وقد ذكر الشيخ الأدلة من القرآن والسنة وكلاء أهل العلم في ذلك، فشنع عليه الجهال واتهموه والعياذ بالله في أنه خائن للقضية. عموما ما بيطيل في هذا الجانب، فمن ناحية شرعية جائز، أما من ناحية سياسية هذا أمر ما يعنينا، هذا ينظر له أهل السياسة. الشيخ عبد بن عثيمين رحمه الله دافع عن الشيخ ابن باز، نسمع ماذا قال الشيخ ابن عثيمين وكيف دافع عن الشيخ باز، نسمع ونعلق. أما ما شنع به بعض الناس على المصالحة مع اليهود هذه مسألة سياسية، وربما تجد بعض هؤلاء المشنعين من أبعد الناس عن الإسلام، بعض اللي يشنعون من القوميين وغيرهم والملحدين، نعم بعضهم لا شك أنه في صادق ومؤمن، لكن في بعضهم لا، ما يعرف الإسلام ولا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا يعرف الزكاة، وعامل حاله أنه مدافع عن القدس. بنسمع ماذا قال الشيخ ونعلم. وإنما هي سياسة وعصبية وقومية وما أشبه ذلك، وهؤلاء لا عبرة بهم، ما دام لدينا دليل من القرآن والسنة فإنه فإننا لا نهتم بأحد، وليشنع من شنع. إن بعض هؤلاء المشنعين لو بحثت عن حالهم أفرادا وهو جماعات لوجدت فيهم الملحد العلماني الخبيث المنافق، لكنها مسألة سياسية. نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.